ازيك يا مستر حماده؟ اهلا وسهلا. علاء بيعز ابن عمي يبقى اخو الدكتور نوال صاحب الاصل. فرصه سعيده يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضل. تشربوا ايه؟ لا لا مش عايزين نعطل سعادتك، احنا عارفين ان احنا لخبطنا مواعيدك بالميعاد المفاجئ ده. ما تقولش كده يا مستر حماده، انا تحت امر سعادتك في اي وقت. شادي الشريف المدير الاقليمي لاي دبليو بانك في الشرق الاوسط. احنا طبعا قبل ما نبتدي في اي موضوع او نفتح اي حاجه لازم نكون واقعيين جدا ونحط النقط على الحروف. يس نو بروبلم، ليت ات بي ات 7 o'clock. اوكي اوكي. مش ممكن يا علاء، الامور هنا عندكم حاجه صعبه قوي. الفايد اشترى بحلات هارودز في نص ساعه، واحنا هنا عشان نعمل اي خطوه بنمشي بسرعه السلحفه. ما علينا، نخش في الموضوع بسرعه عشان خاطر بس الوقت. الحقيقه علاء بيه، احنا كبنك عالمي لينا ايمج معين وبنعتبر اقدم بنك في العالم كله. عشان كده احنا في كل دوله من دول العالم بنحرص ان المقر بتاعنا يكون مقر عريق لتاريخ يتناسب مع بنك عمره 120 سنه. انا في الحقيقه شفت اماكن كتير قوي، لكن بصراحه عجبني القصر بتاعكم. صورته من بره وبعت الصور للمانجمنت في امريكا واخدت موافقه عليها. كان حماده بيكلمني في المبلغ وقال لي ان السعر مش مناسب ليكم. انا بصراحه عرضت عليهم الموضوع والحمد لله وصلت لديل كويس، اعتقد ان هو هيعجبكم قوي. احنا هناخد القصر ب 20 مليون جنيه. انا طبعا ليا ماي بيرسنتج اللي هاخدها من المبلغ بما يوازي 5% من قيمه اجمالي المبلغ المدفوع، يعني اللي هتستلموه 19 مليون جنيه. ادي علاء بيه العقد، وادي صور المخاطبات اللي خدتها مع المركز الرئيسي في نيويورك. خدوا وقتكم وردوا عليا، بس ارجوكم ردوا عليا بسرعه. نفسي حاجه واحده بس في مصر تخلص بسرعه، لحسن شكلي بقى وحش قوي قدام الخواجات. اتس بليجر تو ميت يو. باي باي مستر حماده. حماده يا جامد. ايه ده؟ ده احنا ما نطقناش، ده الراجل جه رمى الكلمتين ومشي. شغل يا ابني شغل، مفيش وقت يضيعوه. بس هيتكلم ونتكلم. ده بالظبط النمو مش نظرت الاوان. شوف يا علاء كده بيقول ايه. All the world bank. ده خطاب التفويض اللي البنك عامله له. ايه ده؟ دول مدين له صلاحيات رهيبه الراجل ده. ده جنرال مانجر. غريبه مع ان سنه صغير يعني. ما هم في امريكا واوروبا كده، تلاقيه عيل عنده 26 سنه وماسك شركه راس مالها مليارات. نعملنا الميه تكدم الغطاس، يجيبوا الفلوس اهلا وسهلا. وهنعمل ايه في عاطف حشام؟ تقول له روح شوف بيت في الارياف بال 13 بتوعه دول. 6 مليون فرق يا علاء. احنا لازم نخلع من عاطف ده ونشوف مصالحنا. قول يا رب بس اعرف اقنع ماما نونا. هتجنن يا ماما، بتصل بحسام ما بيردش عليا، وبكلم في طنط فوزيه مش راضيه تديني عقد نافع. هو باباكي ما قالكيش ولا ايه؟ ما قاليش؟ هو حسام عمل حاجه؟ اصل حسام استحاله يختفي من غير سبب. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا معرفة. مالك؟ هو حسام عنده مشكله يا بابا؟ مشكله زي ايه يعني؟ اصلي بكلمه ما بيردش عليا. ما تقول لها يا ايهاب، ما هي مرفت لازم تعرف كل اللي حصل. اسمعي يا ميرفت، انا طلبت من حسام ان احنا ناجل موضوعك شويه. ليه كده يا بابا؟ ابوه راجل مش مظبوط، وانا واجهته بالحقيقه دي بالكامل. مش مظبوط؟ مش مظبوط ازاي؟ بدون ما ندخل في تفاصيل، الراجل ابوه ده راجل مستهتر ومتورط في جوازات وعلاقات كده، وبعدين مركزه المالي في ازمه جامده جدا ومعرض يدخل السجن. واخوه اخوه ولد مشاغب وليه ملف عندنا. الاسره كلها مش مظبوطه مفككه، والاب ماشي ورا ملذاته ومش مهتم بعياله خالص. طب وحسام ماله بكل ده؟ حسام ذنبه ايه؟ مش مساله ذنب يا ميرفت، انا عارف ان حسام مالوش ذنب. واحنا كمان ذنبنا ايه نتورط في جوازه مع راجل زي ده، كل يوم نجري وراه في اسمه ولا في محكمه؟ حسام انا عارف انه راجل ومحترم، انا اللي مربيه. طب ما تقبله، اقف جنبه طالما انت اللي مربيه يا بابا. الجواز مساله تانيه خالص. يعني انت رفضت الجواز وقلت كده لحسام؟ حبيبتي انا ما رفضتش حسام، انا فهمته الحقيقه وسبت له القرار. كان قراره ايه؟ طلب يتنقل شرم الشيخ. وحضرتك طبعا وافقت على نقله شرم الشيخ؟ طبعا. انا حبيبتي لما وافقت ان حسام يجي هنا يزورنا هو واهله،
كان ده شبه موافقة مني على الجواز، حتى بعد ما شفت أبوه وحركاته الهيفة قلت يمكن عقله خفيف شوية مفيش مشكلة، لكن إن المسألة توصل لكده مش ممكن. ميرسي قوي يا بابا. أنا ما غلطتش يا شهير، كان لازم أعمل كده، أنا أب ومش حارمي بنتي، مش كده برضو ولا إيه؟ كلميها يا شهير، أنت أمها وهي بتسمع كلامك، فهميها إني بعمل ده عشان مصلحتها. أختها متجوزة قاضي، وأنت أبوك الله يرحمه سيادة المستشار كان نائب رئيس محكمة النقد، يعني إحنا عيلة قانونية، مش معقولة حمد إيدي في إيد واحد أبوه معرض إنه يخش السجن. أيوة مش معقول والله العظيم أنا ما مصدق نفسي، زيارة حضرتك دي شرف كبير قوي ليا يا حمادة بيه. اتفضل يا باشا أنا مستنيك من الصبح. بيتك حلو والله يا شادي، زي بيوت الفنانين اللي بجد. ده من بعد خيرك يا حمادة بيه. يا راجل ما تقولش كده، أنا جاي عشان أشكرك. إيه رأيك بقى، عرفت أمثل ولا لأ؟ عرفت، ده انت عبقري يا ابني، انا شويه شويه كنت هصدقك. وبعدين ايه الاوراق اللي تخدني؟ محدش ابدا يفلس انها مش حقيقيه. دي شغلتي بقى يا حماده بيه. شوف يا حماده بيه، في قاعده فنيه بتقول كل شيء في الدنيا يمكن تقليده. عملنا الموناليزا مش هنعرف نقلد شط ورق؟ النت دلوقتي فيه كل حاجه. اتفضل يا حماده بيه، بيتك ومطرحك. والله الدنيا كلها نورت يا حماده بيه، انا مش مصدق نفسي. يا سلام، لحظه طال انتظارها. انا حاسس ان انا في عيد. ايه ده يا ابني، انا واكل مش قادر ادوق حاجه. لا دول بقى شويه بسبوسه معمولين عموله يستاهلوا بقك. عموله عموله. ايوه والله انت مؤذي. اتفضل يا حماده بيه. يا سيدي كفايه. ايه الاوامر الجديده بقى يا فندم؟ ابدا، انا عايزك بس تناطر في علاء لغايه ما يغور الجدع اللبناني اللي عايز يشتري القصر، بعد كده هتحجب باي حاجه وتختفي. ما تخافش عليا يا حماده بيه، انت عليك تخطط وانا انفذ، زي ما كنا بنعمل في شغلنا بالظبط. حضرتك تقول لي العروسه اللي عايز ترسمها شكلها ايه وانا اروح راسمها على طول. لما اقول لي بقى يا شادي، البنت الخواجه اللي كانت قاعده توشوش فيك دي، تبين عليك ميه من تحت التبن والله. لا والله يا باشا انا بريء، دي زبونه جات لي رسمت لها صوره وبعدين قلت لها تعالي معايا المشوار ده. هذا يا شادي لو الخطه دي نجحت وتفشكلت عمليه بيع القصر والله اللي هحلي لك بقك بجد. لحظه واحده يا حماده بيه، ده علاء بيه. الو. ايوه. اهلا، ازيك يا علاء بيه؟ لا معلش انا في ميتنج. اؤمر. قوي قوي. حاضر. لا ممكن اقابل حضرتك بكره الصبح ان شاء الله. الساعه كام؟ لحظه شوف المواعيد كده في الاندكس. لحظه. ايوه ماركو ميعاده الساعه، يبقى اقول لحضرتك على حاجه اللي يناسبنا من 10 ل 10 وربع. اوكي اوكي اوكي، باي باي، تحت امر حضرتك، باي باي. عايز يقابلنا انا وهو لوحدنا، يعني حضرتك ما تبقاش موجود في الميعاد ده. هو ده على عزمه، هيفضل طول عمره حقير. لا يا علاء بيك، احنا اتفقنا خلاص، انت غيرت كلامك، هاد كلامك مو كلام رجال. يعاطف بيه، يعاطف بيه، الموضوع مش في ايد. بقول لك والله معروض 20 مليون في القصر اهي، وادي الاوراق اهي، اي دبليو بنك عايز ياخد القصر. اقول لنوال ايه؟ القصر جايب 20 وانا بعته ب 13 عشان تقول ان انا حطيت الباقي في جيبي؟ وحماده كمان دخل في الشغلانه وعرف كل حاجه. علاء انا اتفقت معك، ما بعرف شو اسمه هذا حماده، انا ما لي علاقه فيه. انت اخذت مني 20,000 دولار عشان تخلص البيع. اعطيني ال 20,000 دولار وخلينا اخواتي يا عمي. يا سيدي حدهم لك، حدهم لك على داير بلين بس اخلص بيع القصر واسددهم لك على طول. وبعدين يا عم ده انا صرفتهم على مكالمات مع نوال في المانيا. وامتى راح سدد المبلغ؟ اديني شهرين بالظبط كده وفلوسك تكون عندك. شهرين، شهرين او ثلاثة، حلو الكلام. ال 20,000 دولار بصيروا 30,000 دولار. نعم. اللي يعطف بيه، الفايدة كام؟
حبيبي بدك تكتب لي شيك جديد والا راح ودي الشيك على النيابه. خلاص خلاص اكتب لك شيك جديد. السلام عليكم. كل فئات المجتمع محرومة من المشاركة في الحياة السياسية. احنا كطلبة مفيش بقهم غير كلمة واحدة بيقولوها لنا عشان نفضل ندور في دوامة المذاكرة والامتحانات وكأننا عايشين في بلد تانية. معزولين معزولين عن مجتمعنا واللي بيحصل فيه. ولما نتخرج لو حصل بقى المعجزة وتوظفنا نقعد برضه ندور في دوامة أكل العيش والمرتب والجواز لحد ما نموت بقى. بعدها ممكن نبقى نشارك في الحياة السياسية. احنا لو ما ابتدناش من النهاردة من اللحظة دي عمرنا ما هنبدأ. أنا مقتنع جدا باللي بتقوله يا شريف، بس احنا لازم يبقى لينا أهدافنا، منهج نمشي عليه، أفكار محددة النادي بيها. احنا أول حاجة لازم نحارب ونتقاتل عشانها عملية بيع البلد اللي بتحصل كل يوم قدام عينينا. محدش بيتكلم، كل تراثنا الثقافي بيتباع، أفلامنا القديمة بتتباع، تاريخنا، حضارتنا، القصور القديمة والمنشآت الفخمة، لحد في الآخر مش هنلاقي حاجة بتاعتنا، هنبقى أغراف في وسط بلدنا. يا جماعة المسألة في منتهى الخطورة ولازم تتواجه بكل صرامة. شريف عنده حق، ولو سكتنا نبقى احنا بنخون القضية. أستاذ إبراهيم هنا؟ نعم. حضرتك ثانية واحدة. خير؟ كلم الجماعة تحت. جماعة مين؟ الست الوالدة. أمي؟ طيب بعد إذنكم يا جماعة، دقيقة واحدة. إيه اللي جابك يما بس؟ ده سؤال تسألوه لي يا إبراهيم؟ إيه اللي جابك يما؟ يما ما أنا قلت لك يومين ثلاثة وراجع. كده برضه يا إبراهيم؟ تعمل في امك كده؟ سيبني قاعده لوحدي بين اربع حيطان؟ ده انا ماليش حد في الدنيا غيرك يا ابني. طب انت وقاعد متونس مع اصحابك ومبسوط ومفيش حاجه همك في الدنيا، ما سالتش امك بتعمل ايه اللي قاعده لوحدها دي؟ ابوك وسابني، اهل ابوك ويسابوني، وده نصيب والله ما لا اعتراض. كمان انت يا ابن بطني عايز تسيبني ليه كده يا ابراهيم؟ ليه تعمل في امك كده؟ خلاص ما تزعليش نفسك، انا هطلع الم هدومي واجي معاكي ونروح سوا. أنا عارف وقتك سمين قد إيه يا مستر شادي، بس يعني أنا كنت عايز أتكلم معاك في كام نقطة كده محددة وبساطة. أولاً كنت عاوزك تدفع مبلغ لجدية التعاقد عشان أنا مشيت زبون كان عايز ياخد القصر. ثانياً كنت عايز أتكلم معاك في عمولتي أنا الشخصية. الحقيقة أنا احرجت ان انا اتكلم في الموضوع ده قدام حماده ابن عمي، انت عارف بقى القرايب والحساسيه اللي بتبقى موجوده بينهم. النقطه الثالثه عايزين نكتب في العقد مبلغ غير المبلغ المتفق عليه، يعني 12 او 15 بالكتير قوي عشان الضرايب. وكمان عايزين نحدد ميعاد دفع المبلغ بالكامل وامتى عاوزين تستلموا القصر، لان المساله طبعا محتاجه وقت واجراءات. ايوه بس مستر حماده كان قال لي. مستر حماده، مستر حماده ماله مال القصه دي؟ مالوش دعوه بالقصه دي خالص، ده القصر باسم اختي وانا اللي معايا توكيل بالبيع. حماده بس ومامته قاعدين في القصر من زمان، واحنا مراعاه لمشاعر والدته ماما نونه سيبناهم. يا علاء بيه انا ما عنديش اي مانع ومستعد لتنفيذ كل اللي حضرتك قلت عليه، بس ما عدا حاجه واحده، حكايه المبلغ اللي جوه العقد والمبلغ اللي بره العقد. احنا عندنا في امريكا العمولات شيء رسمي واضح جدا لا يمكن اخفائه. خلاص نعمل عقدين، عقد نوديه للإدارة في أمريكا وعقد يبقى لينا إحنا هنا. سوري مستر علاء، لو حضرتك مصر على النقطة دي يبقى الموضوع كله كده ممكن ما يتمش، إنما إني أكلم في العمولة بتاع حضرتك ده شيء واضح جدا وارد. بس خلي بالك حمادة بيه كان مكلمني في عمولة برضه. حمادة؟ وحمادة يطلب عمولة بأي حق؟ ده نصب رسمي يا مستر شادي. وبعدين ما تاخذنيش يعني يا حماده، ده ما يتاخدش على كلامه، ده عيل صغير بيشبط في اي حاجه. وبعدين اذا كنا هنساعد حماده فده عشان خاطر ماما نونا، يعني مساله عائليه بينا نقدر احنا نحلها مع بعض. كل علاء
اهلا اهلا، ازيك يا دودو؟ ازيك ده سامع حماده وماما نونا ايه بتقطعوا فروه حماده بتقولوا ايه من وراه؟ اقدم لك داليا بنت الاستاذ حماده. اهلا، ازيك يا شادي؟ صوته الحلوه دي ازيك يا نسا داليا؟ اه طبعا يا عم، خلاص اللي عالي عالي بقى. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه، دي مصر كلها بكره هتعرف. وعلى فكره مش هتعرف تقعد القعده اللي انت قاعدها معايا دي، ده شادي احسن رسام في مصر كلها. رسام؟ اه بس الحقيقه تتقال، ده مش اكتشافي، ده اكتشاف حماده. رسام يا مستر شادي؟ وبترسم عليها الرسم ده كله؟ يا مزور يا محتال يا نصاب، ده انا هسجنك واوديك في 60 داهيه. يا علاء بيه ارجوك افهمني، هو عمل ايه بس يا اونكل علاء؟ هو عمل ايه؟ قولي ابوكي هو اللي عمل ايه؟ الاستاذ حماده والاخ نصاب بيعملوا عليها فيلم. يا استاذ علاء من فضلك انت تخرس خالص، امشي قدامي. اسمع، انا في جنبي طبنجه، لو اتحركت او حاولت تهرب هفرغ فيك الرصاص كله. امشي قدامي يا كلب يا حيوان. طب فهمني امشي. بس فهمني هو عمل ايه؟ اسال ابوكي. انا حماده الجامد قوي يا سليمان بيه. انا متفهم، شفت التخطيط، شفت اللعب. خرب عقلك يا حماده، كل ده يطلع منك وعلى كده. وعندي تعليم، الموضوع مدروس بالملي يا استاذ. مش قادر الا بقى الواد شادي يستوعب تعليماته وينفذها بالحرف الواحد. علاء مش بس شربها، بيدي دلوقتي الميعاد من ورايا بيستفرد بيه. شو هيقول ايه؟ بيعمل عليا نمر، مش فاهم ان انا النمر الكبير. الو، ايه يا حبيبي؟ مستر شادي معاك؟ على طب مش تقول لي ولا ايه؟ ده المعيد من ورايا. بيصلح، عارف ان انا في اسمه. خميس اول ولد بس عبيط، عميق. ايوه لولو، لا لا انا معاك اهو يا حبيبي. لا انا في سويتي هوم باكل بسبوسه. خلاص انا مستنيه، بس قول لي وصلتوا لايه يعني؟ ايه؟ الو؟ خطاك اهو ده الشاحن. الو يعني. هو بيقول لك ايه؟ بيقول نتكلم مع الراجل، وصل حاجات كويسه وقال ايه جاي ياخد رايي فيها. الواد شادي ده عبقري، تلاقيه نايم ونومه اهل الكهف. نزل الكنافه دلوقتي يا حماده بيه. استنى على الكنافه شويه، في راجل جاي دلوقتي هاكل وبعدين احلب الكنافه. ماشي يا حماده. ابني ليه يا حماده؟ مالك يا داليا، في ايه؟ بكلم حماده على الموبايل مقفول. انت تعرفي اللي كان قاعد مع عمك؟ شكلي كده عكيت جامد، مش عارفه. شفت الموزه اللي دخلت دي يا سونا؟ يا اخي خليك في اللي انت فيه، انت ايه ما بتتقدش؟ يقول احنا جبنا شحاته، اتقد ليه؟ ايه يا حمانه قدامي كده؟ ده انا حضره المنصب برضه. اسكت يا سلم، والله شكلها قديم. اصل ده احساس عامل زي الرباط مش جاي. اهلا وسهلا، انت مش تسلمي بس، انت تقعدي تشربي حاجه كمان. حضرتك مش فاكرني يا اونكل؟ انا كنت مع داليا في المدرسه. مش فاكرني؟ انا منار. اهلا، ازيك يا منار؟ امال داليا مختفيه يعني، مش لاقياها؟ ما هي بتسافر على طول، مضيفة. طب عشان خاطري يا اونكل، لما تبقى تشوفها اديها الكارت بتاعي ده عليه رقم الموبايل، انا نفسي اسمع صوتها، اصلها وحشتني قوي. حاضر. انت بتضحك قوي كده ليه؟ ودي اللي فضحك عند الشله كلها وهجرسك على الحكايه اللي شفتها دي دلوقتي. ازيك يا حماده بيه يا ابن عمي؟ انا علاء. ازيك؟ انا جاي هو معايا مستر شادي وخلصنا كل حاجه. كويس قوي، بنزين غير المصلحه. اتفضل يا مستر شادي. اتفضل يا مستر شادي. اهلا وسهلا يا سليمان بيه. اهلا يا علاء يا باشا. اهلا وسهلا. طبعا حماده بيه قال لك اننا بنبيع البيت. اه طبعا، ربنا يقدم ما فيه الخير ان شاء الله. الحقيقه يا سليمان بيه، الخير كله جاي من عند حماده بيه ابن عمي. قلت كده على احنا اخواتي حبيبي. لا ده لسه في كمان حاجه يمكن لاول مره اقولها. البيت ده ما كانش جايب غير 13 مليون، لولا بقى حماده بيه ابن عمي راح جاب لنا مستر شادي رفع سعر البيت ل 20 مليون. ايه، انا قلت حاجه غلط ولا حاجه؟ بيهزر على ابن عمي، بيهزر. 13 مليون يعني انت لما تقول 13 مليون
ده هيدفع لك 20 ازاي؟ مش تفكر وانت بتتكلم. انا اسف جدا، معلش يا جماعه، انا اصلي مدب وخايف في البيزنس كده، مش زي حماده بيه ابن عمي. يا مستر شادي مالك ساكت ليه؟ انا هقول لك بقى يا حماده ابن عمي، مستر شادي ساكت ليه؟ مستر شادي ساكت لانه هيشرف في التخشيبه النهارده في السجن. عارف ليه يا حماده باشا؟ لانه نصاب. انت حد شخصيه راجل اعمال وجاي ينصب عليه. تصور طلع نصاب عالمي والبيه شغلته الاساسيه انه بيرسم، ويا ريته بيعرف يرسم. ده حتى لما جه يشتغل ممثل طلع ممثل فاشل. كلام ده صحيح يا مستر شادي؟ والله اوعى تفتكر ان هو بس اللي طلع ممثل فاشل، لا، ده فيه اللي افشل منه، المخرج اللي اخرج له التمثيليه الهبله دي. بتنصب عليا يا حماده؟ انت فاكر انك بكده هتوقف بيع البيت؟ ده لما تشوف حاله بتوقتلك انت طول عمرك هتفضل عني. احترم نفسك، اتكلم معايا كويس علاء. هو انا لسه اتكلمت؟ هو انا لسه قلت حاجه يا حماده يا ابن عمي؟ انت بتضحك علي؟ ما الراجل لازم يضحك طبعا، ما الحكايه بقت مسخره بذمتك؟ ما انتش مكسوف من نفسك؟ اسمع علاء، البيت ده مش هيتباع مهما عملت. انا عارف انت هتموت وتبيع البيت ده ليه؟ عشان السمسره، عشان تطلع لك بقرشين. لكن لا انا ولا ماما نونا هنخرج من البيت ده. وانا مفكرك الخاله بقى. مساء الخير. انما النهارده يا ماما شفت حته دي مشهد كوميدي على سسبنس على اكشن حكايه. كنت انا واحده صاحبتي في كافيه بنجيب حاجه حلوه، ولا قلت مين قاعد هناك يا فوفا؟ عمو علاء عايزه. يا باي، يا ريت تفتكر لنا حاجه عدله. استني بس، التقيل جاي. عمو علاء قاعد مع مين بقى يا جدو؟ مع شادي الرسام ده اللي بيشتغل مع حماده. انا قلت ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ غريبه يعني يتلموا دول على بعض. دخلت اسلم بقى، حسيت ان انا عكيت عكايه كبيره جدا. لقيت عمو علاء راح ماسك شادي ده من قفاه ونزل ضرب فيه، وهات يا شتيمه بقى، وكانت فضيحه. اكيد يا ماما عيله عزو دي هي اللي اخترعت الجنان واللسعان في مصر كلها. بس الغريبة ان انا فهمت ان شادي هو اللي نصب على اونكل علاء، مع ان علاء عايزه ده يعني ينصب على الدنيا كلها. وبعدين عرفت بقى ان حمادة اكيد شكله متورط في الموضوع ده جامد. هموت بقى واعرف ايه الحكاية بالظبط. في ايه؟ مالكوا كده قاعدين ما حدش بيتكلم معايا؟ ايه جدو؟ ما تقولي حاجة يا فوفة. اصل انتي فايقة ورايقة ومش حاسة بالهباب اللي احنا فيه. هباب جديد ولا العادي بتاع كل يوم؟ لا، الجماعة رفضوا جواز حسام من بنته. لا يا جدو، غريبة جدا. هو لسه في حد دلوقتي بيروح يتقدم ويترفض؟ الكلام ده كان زمان في الأفلام يعني، إنما دلوقتي البنت بتبقى مربطة مع مامتها وباباها، ويجي العريس يتقدم ويعملوا قال يعني هما مش واخدين بالهم بقى، وفي الآخر بيوافقوا يعني. ما هما كان موافقين يعني، بس حمادة بقى. وماله حمادة؟ عمل إيه تاني؟ أبدا، هو اللي هو سأل عنه فاكتشف إنه هو يعني مش صورة مشرفة عشان يحط ايده في ايده. حمادة؟ لا يا جماعة انتوا اكيد بتهزروا. حمادة ده طيب جدا. لا 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 لا، ست اللي هو ده اكيد يعني. جرالك ايه يا دالي؟ انت عمالة تضحكي وتهزري ومش حاسة باخوكي خالص؟ ايه يا ماما؟ ماله اخويا؟ قاعد يعني مساهم وعامل فيها زعلان وقاعد بيسمع عبد الوهاب. كلام الاونطة ده ما يدخلش عليا. ما دام الاتنين حبوا بعض خلاص، ما حدش هينفع يفرق بينهم. يا روميو! يا سامسي! ايه ده ايه ده ايه ده؟ شنطة سفر وبتاع. انت طفشان على فين يا سمسم؟ اشوف وشك بخير يا دالي. ايه اشوف وشك بخير والكلام القديم ده؟ انت رايح فين؟ انا مش قادرة افهم. انا بقول لك انت عمالة تهرجي وعمالة تضحكي ومش دريانة باللي احنا فيه خالص. اخوكي يا حبيبتي طلب نقله لجنوب سينا. والله بقى كده يا حسام؟ معلش يا دالي، انا مش طايق اقعد هنا. ما بلاش جنان بقى يا ابني انت. الله، وبتقول عليا انا اللي مجنونة؟ ما تلم نفسك كده وتروح للست اللي هو تتكلم معاه راجل لراجل وتقول انا بحب بنتك. عارف انا لو راجل كنت سويت الهوايه. داليا استنى بقى لما اخلص كلامي. الله، هو كل حد في البيت ده بيسال عايز يلم شنطته ويهج؟ انا لازم امشي دلوقتي يا جماعه. السلام عليكم. استنى بس. الله، انا لو مكان البنت الغلبانه اللي بتحبك دي وحياه ربنا معبرك اذا كنت قماص كده وعايز تنزل من اول محطه. مساء الخير يا حبيبتي. وحياة ربنا البيت دي 10 على 10. حسام،
انت فعلا قدمت طلب نقل لبابا؟ ايوه. يعني خلاص ناوي تعيش هناك على طول؟ تعالي يا ميرفت اقعدي هنا. اتفضلي يا ميرفت خشي يا حبيبتي. يعني ايه بالسهوله دي؟ خلاص عايز تمشي وتسيب البلد كلها؟ سلام عليكم. خير يا أنيسة سلمى. صباح الخير يا مجد. على فين ان شاء الله؟ وانت بقى بتسالني بصفه ايه؟ يعني جارك ابن حتتك وربنا يتمم لنا الخير. يتمم لنا ايه؟ انا هجيب ام الحاجه ونيجي نزوركم النهارده. تزورونا؟ تزورونا ليه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه يا مجد، شيل الحكايه دي من دماغك. ليه بس يا بنت الناس؟ وانا مش عاجبك ولا ايه؟ ما انا شغال وزي الفل ومش هخليك عايزه حاجه. انا لسه قدامي 3 سنين في المعهد على ما اخلص. وانا اخد ايه من المعهد؟ بقول لك ايه، انت مش خدت الدبلوم وخلاص؟ ايه لازمتها وجع القلب يا سلوى؟ على اذنك يا مجدي. استني بس يا استاذه، استحانة فيه. ايوه يا مجدي. بقول لك ايه، عايزك توصل الانسه لغايه المعهد وتستنى لما تخلص والحساب عندي. على عيني. حاضر يا مجدي. انا حركه بالميكروباص. ليه بس يا ست الكل؟ ميكروباص وانا موجود على النعمه. لا يمكن ابدا. ما هي دي مش طريقه برضو يا علاء، احنا مش هنخسر بعض عشان الحركات الصبيانيه دي. والحركات الصبيانية دي أنا اللي عملتها يا كمال؟ مش حمادة هو اللي عمل كده؟ يخليني أقطع مع الراجل اللي كان جاهز وعايز يخلص في القصر. حمادة عمل كده عشان ماما نونة، محدش فينا قادر يقولها إن إحنا هنبيع القصر. لا، حمادة عمل كده عشان نفسه، هو اللي مش عايز يخرج من البيت إلا ما ياخد خليه ورجل. ده كلام، إنما حمادة من جواه زي ماما نونة بالظبط. مسألة صعبة عليه برضو إنه يسيب البيت اللي اتولد فيه وعاش عمره كله فيه. شوفي علاء، إذا كانت نوال مصرة فعلاً على بيع القصر، أنت لازم تاخد حمادة في صفك، لأن هو الوحيد اللي ممكن يقنع ماما نونة ويقدر يخفف الصدمة عليها. أخده في صف إزاي يعني؟ أنا لا يمكن أحط لساني على لسانه بعد كده. أنا مش حكيت لك اللي عمله يا كمال. أنا هقعدكم مع بعض وأصالحكم. في النهاية إحنا أهل يا علاء، ومصارين البطن بتتخانق. انا هكلم حماده يجي لنا ونقعد احنا الثلاثه نتكلم مع بعض. احنا دلوقتي رجاله العيله يا علاء، ولازم اي قرار ناخده مع بعض. انا ما اقدرش اقعد مع حماده بعد كده. اسكت بس يا اخي، سيبني انا هتصرف. الو، ازيك يا حماده؟ انا كمال. طب اهدى بس، اهدى. انا عرفت اللي حصل، انت كان عندك حق في كل اللي عملته. الله، عنده حق ازاي كمان؟ ايوه يا حماده. كنا عايزين نقعد مع بعض يا حماده ونتكلم، ما تيجي شويه؟ خلاص احنا نجيلك. انا لا يمكن اروح له. خلاص يا حماده، نص ساعه ونكون انا وعلاء عندك. سلام. نكون عنده فين بس يا كمال؟ انا بعد اللي عمله ده لا يمكن اروح له. معلش يا حماده، ربنا عليك كده زي القضاء المستعجل. اتفضل يا كمال. بس انت عارف بقى ان الموضوع خطير وعايز مننا فعلا تفكير. انتوا تبطلوا بقى شغل العيال ده انت وهو. انا بس عايزه يعرف اذا كان فاكر انه بيصيح عليا. مين اللي بيصيح على مين يا حماده؟ عامل لي نصبايه وبتقول انا اللي بصيح؟ وبيع القصر مش نصبايه علينا كلنا؟ لعلمك يا كمال، انا هقول لنوال اللي قاله لشادي لما كان فاكر انه جاي يشتري القصر. الاستاذ كان عايز يحط 6 مليون في جيبه ويدخته وعقد مضروب. ده واد كذاب وحقير وانا مش هسيبه. حقير عشان كشفك. الله، الحاجه بتاعت اختي يا اخي. الله، انت مالك انت؟ انا حر. ما انتش حر. يا جماعه يا اخوانا، احنا مش جايين عشان نتخانق، احنا جايين نتناقش، نتكلم ونوصل لحل. بس بقى يا علاء. الله، ما انا ساكت اهو، ما تقول له هو. بس يا حماده، انتوا عايزين ايه كمان؟ اطلب لنا قهوة يا ابن انت. خلاص صدعتوني. 3 قهوة يا بلوتو. انا مش شارب حاجة. هتشرب. انت لازم تحترم المكان اللي انت قاعد فيه. مش شارب قهوة بقولك. الله يخرب بيت القهوة اللي هتخلينا نمسك في بعض دي. هتشرب القهوة يا علاء ورجلك فوق رقبتك. اخرس بقى. شوف يا حمادة، احنا عمالين نلف وندور ونختلف على حاجات
كلها في النهاية حاجات تافهة، الفلوس، المشتري، العمولات، ونسين أهم حاجة ماما نونة. ماما نونة ده شيء يخصني أنا، محدش له دعوة بيها. لا، ما يخصكش أنت لوحدك يا حمادة، ماما نونة لها فينا زي ما لها فيك بالظبط. إحنا قدام أمر واقع، نوال صاحبة القصر وباسمها، ونوال قررت إنها تبيع القصر، يعني ماما نونة مش هيبقى لها مكان تقعد فيه. ليه؟ أنا مت؟ أنا أجيب لها أحسن قصر في مصر وأقعدها فيه. يا حمادة أنا ما كملتش كلامي، بيوتنا كلها مفتوحة لماما نونة، ونوال نفسها لو اتكلمنا معاها ممكن تجيب لها أحسن مكان، وممكن كمان تاخدها ألمانيا تعيش معاها هناك. مش هي دي المشكلة، المشكلة ماما نونة نفسها، هل هترضى بده ولا لا؟ أنا دركت لها الموضوع يا كمال. أنت عارف قالت إيه؟ قالت إن لو خرجت من البيت ده هموت. لا حول ولا قوة إلا بالله، الست دي ما تستاهلش مننا كده أبدا في آخر عمرها. ما تعرفش تأجل البيع شوية يا علاء؟ المسألة مش في إيدي، الراجل ماشي آخر الشهر، ولو ما خلصتش في القصر ده عمره ما هيتباع، لأنه مسافر رحلة طويلة أوي. هو راح شاف القصر يا علاء من جوه؟ كان عايز يشوفه طبعا، بس أنا ما قدرتش عشان ماما نونة لسه ما تعرفش أي حاجة، ما أنا كنت معتمد على الأستاذ يقول لها. اسمعوا، مش يمكن الراجل ما يعجبوش القصر وكل ده ينزل على فشوش؟ ممكن. خلاص يروح الراجل يشوف القصر، وبعدين لما يقول هشتري نبقى نتكلم. ايوه بس الراجل هيروح يشوف القصر ازاي؟ تفتكر ماما نونة مش هتحس؟ يا كمال ده ماما نونة بتحس بالبصة. طب ما الاستاذ حمادة ياخدها يخرجها، ممكن يعزمها على الغدا لمدة ساعتين بس، لحد ما الراجل يدخل يشوف القصر من جوه وياخد قرار. لما اشوف. الله، اما تشوف امتى بقى؟ ادينا اهو عاملين اعتبار للقرابه اللي بيننا وبنعمل كل حاجه قدامك، احسن ما ماما نونة تلاقي فجاه كده الراجل طبب عليها وبعين القصر وتعرف كل حاجه، ما حدش عارف ساعتها بقى ممكن يحصلها ايه. انت بتهددني؟ خلي الراجل يهاوي من ناحيه القصر، والله العظيم لا اكسر رجله قدامك. مش كده يا حماده، علاء ما بيهددكش، علاء خايف على مشاعر ماما نونة زي وزيك بالظبط. صدقني يا حماده احنا معاك مش ضدك. وايه رايك بقى؟ انا حاسس كده مش عارف ليه ان البيت مش هيتباع. البيت من بره شكله يخض انما من جوه انا عارف كويس ان حالته مش قد كده. خلاص بكره انا هاخدها اخرجها واكلمك تيجي على طول. اهو كده الكلام، احنا نمشي خطوه خطوه، واللي يعمله ربنا هو اللي يكون. يخص عليك يا مسلو، بعايز تخطبي سلوى دي للواد مجدي الصايع الضايع ده؟ قولي لها والنبي يا ابله، ده بلطجي بقى. انا بعد ما قصرت اكمل تعليمي بعد الدبلوم واخش معهد التعاون عشان في الاخر اتجوز الواد ده. هقعدي قولي على ده لا وده لا لحد ما تبوري وما تلاقيش حد يتجوزك. تبور؟ ليه بتقولي كده يا ام سلوى؟ دي الف من يتمناها. ازيك يا طنط؟ ازيك يا اخوي؟ ازيك يا سلوى؟ كويس. ايه يا حبيبي، عندك محاضره النهارده؟ اه يا ماما، النهارده محاضره مهمه قوي. طب ما ناخد راي الاستاذ ابراهيم. لا معلش مش هينفع عشان لازم الحق. احنا مش هنعطلك اكتر من دقيقه واحده. قولي لي يا ماما. اصلي مجدي من الحاجه فتحيه جارتنا متقدم لسلوى. والله الف مبروك. طب ده خبر كويس قوي. وانت بقى موافق يا استاذ ابراهيم؟ وانا ليا حق ان انا وافق ولا موافقش، دي حياتك انت حره فيها. لا يعني انا قصدي انت شايف ان مجدي ده انسان كويس؟ الحقيقه انا معرفوش كويس، يعني مش صاحبي. يعني لو ليك اخت ترضى تجوزها له؟ ده موضوع كبير قوي بقى، مش هلحق المره دي نتكلم فيه، ان شاء الله نقعد مع بعض ونتكلم براحتنا. المؤامره واضحه يا اخوانا، مؤامره على الفقراء، مؤامره على الغلابه، وللاسف المؤامره دي من جوانا احنا مش من بره. الدم الملوث اللي راح ضحيته الاف، انابيب الغاز الفاسد، 3 مليون قنبله ممكن تنفجر في اي لحظه.
كل شيء حوالينا بقى ملوث، الهواء ملوث، الاكل ملوث، حتى الميه اللي بنشربها برضو ملوثه. لازم ما نسكتش، لان احنا اللي بندفع الثمن في الاخر. لازم نتحرك، يلا بينا. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه. لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد. جوعتونا 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 جوعتونا. الحرية 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 الحرية. ايه رايكم بقى نعزمكم على الغدا النهارده بره؟ طب ولزومه ايه الاكل بره؟ هو في احلى من لقمه البيت هي اللي بتمري؟ هو تغيير يا نونا، ولا ايه رايك يا ناس؟ انا شخصيا مش هينفع، انا هتغدى في المحل، عندي شغل كتير قوي النهارده. خلاص يبقى هنخرج انا ونونا. براحتكم. ايه والنبي ما نخرج الا كلنا مع بعض. ايه يا حماده، ايه كلامك اللي زي الطوب ده؟ حد برضه يخرج يتغدى من غير مراته؟ ماشي، يبقى نروح نتغدى عند ايناس. اهلا وسهلا. ماما نونا هتيجي عندي المحل، ده انا افرش لك الارض رمله واعمل لك شعرك واعمل لك ضوافرك، اخليكي احلى من هيفاء وهبي. يجتك ايه يا ايناس؟ تصدقي بقى ان انا من ايام المرحوم لا حطيت احمر ولا اخضر، مع ان ايه بقى انت ما شفتنيش الاول. البوجودي كان موضه وكنت بلبس اخر شياكه. انا هوريك الصور، اصل انا شايلاهم ما بطلعهمش. يعني اجي اخدك على واحده كده؟ يا ابني اتغدى انت ومراتك، انا ما بحبش اكل السوق. لا هتيجي معايا بقى. اوه جرى ايه انت يا واد؟ انت عامله زي ما تكون بتطرقني. هطرقك ليه يا ماما؟ انا زهقت من اكل البيت. ايوه اهلا يا ام ابراهيم. اهلا، ازيك؟ ايه ابراهيم حصل له ايه؟ ازيك دلوقتي يا ابله؟ الحمد لله الحمد لله يا سلوى، نشكر ربنا على كل حال. اهو صحي اهو. هو احنا مش كنا اتفقنا يا ابراهيم نبعد عن المظاهرات والطريق اللي يودي في 60 ده يا ده يا ابني؟ الف سلامه يا استاذ ابراهيم. لا يسلمك يا سلوى. طب مش عاوزين مني اي حاجه؟ انا همشي يعني واجي لكم اخر النهار. متشكرين قوي يا سلوى، نخدمك كده يوم فرحك يا حبيبتي. سلوى ابراهيم ماله يا اختي؟ الحمد لله كويس يا تيتا نونا، عن اذنكم. دي سلوى جارت عيشه، شكلها كده انها بتحب ابراهيم، ابوها سباك. سباك؟ ناس طيبين احنا مالنا. سلامتك يا حبيبي. اهلا اهلا يا منونة. الف سلام عليك يا ابراهيم، الف بعد الشر يا اخويا. والنبي طول السكه حماده ما هو على بعضه، وزي ما يكون قلبه كده هينط من صدره من كتر خوفه عليك. انت ايه اللي عورك كده يا ابراهيم؟ تعبت نفسك وجيت لي يا بابا. ايه تعب نفسه؟ ده كلام برضه؟ هو عنده اغلى منك يا ابراهيم؟ يا عيشه يا اختي، المستشفى المقرفه اللي انت جايباه فيها دي، لا ابراهيم لازم يتنقل احسن مستشفى. متشغليش بالك يا تيتا، الحمد لله بقيت كويس. ايه كمان؟ طيب انا جاي على طول. بابا معلش يا ماما، هتخليك انت مع ابراهيم عشان كمان عايزني في الموضوع. خليك شويه يا حماده. يا ست البركه فيك انت. باي باي.